أخبار اليوم. احتفل الفنان حسام الحسيني بعيد ميلاد والدته الفنانة نهال عنبر عبر صفحته على مواقع الفيسبوك قائلا: عيد ميلاد سعيد يا أمي، أتمنى تعيشي دائما فخورة بيك. حرص النجم أحمد السقا على دعوة الإعلامي اللبناني وسام البريدي اللي موجود حاليا في القاهرة ودعاه لقضاء يوم معاه داخل الإسطبل الخاص به. تجاهلت شركة روتانا كتابة اسم الموزعين الموسيقيين لألبوم النجمة أنغام الجديد أحلام بريئة، وللأسف ما كتبش غير اسم الشعراء والملحنين على مواقع اليوتيوب رغم وجود أسماء نجوم لهم تاريخ فني كبير زي طارق مدخور أو خالد عز وأحمد إبراهيم ومادي وخالد سليمان وغيرهم من النجوم. تعاقد الدكتور باسم يوسف مع شبكة أوربت شو تايم OSN الإشراف على محتوى النسخة العربية من البرنامج الأمريكي SNL من إنتاج طارق الجناني، وقرر باسم يوسف تسليم الراية لشادي الفروتس وخالد منصور. فاجأت الفنانة شيريهان جمهورها بارتداء الحجاب ونشر الصورة عبر حسابها الشخصي على مواقع تطبيق الصور إنستجرام، مش بس كده كمان لكن جمهور شيريهان أطلق عليها الوجه الملائكي. رحلت الفنانة راندا المعاشلي عن عمر يتناهز 42 عام بعد صراع طويل مع المرض السرطان، وانتشرت صورة للراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل انها الاخيرة على فراش المرض قبل وفاتها. انتشر خبر وفاة الفنانة القديرة شادية خلال الساعات الماضية، والذي قام نقيب المهنة التمثيلية اشرف زكي بتكذيبه وقال ان الفنانة تتمتع بصحة جيدة.